نعم اللمسة الفرنسية حتى في التشكيلة المدريدية، واحد في رقعة الميدان والثاني كمدرب دونالدون جول رونالدو. الجوهرة البرتغالية صاروخ ماديرا أخيرا يفعل ويزور الشباك الباسكية، 1-0 للكتيبة المدريدية من غير القادر على التسجيل. مناسبة ترق الإنذار وجول جول 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 الرميس براسية يعدل النتيجة لفائدة نادي البار. من أول ركلة تمكن الفريق المضيف من إدراك هدف التعادل. لوكاليمان يمرر الجهة اليمنى، محاولة من كارفاخال عرضية